قسما بالله احنا بجد بجد فخورين بيه. انت مثل اللي زي حالتنا، احنا نتعلم. انت اول ما اتكلمنا معاك دخلنا نهزر ونضحك، احنا اصلا بالبرنامج دي بنهزر عليه، جبنا واحد نضحك معاه مش عارف الكلام ده كله. لما جبناك فعلا اتعلمتنا الاحترام، نحترم الشخص اللي قدامنا ازاي. فعلا الناس المتعلمه تعليم عالي وناس اللي اخلاقهم يعني اللي اخلاقهم زوج دي اهاليهم تعبت في تربيتهم. انت راجل محترم، ربنا يسعدك، ربنا يبارك فيك. جليل منك، جو 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 صراحه بقى. انا كده النهارده هدعي لك وانا في الحرم دعوه من القلب، من جوه القلب، الناس اللي تعبوا في تربيتك والناس اللي خلوك كده، وانت شخصك كملت على المسيره ديت، انت راجل محترم وتستاهل ان الواحد يدعيك في قلب الحرم وهو جنب رسول كده بيدعي لك. ربنا رب ان شاء الله نجتمع جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يطول في عمرك ويوسع رزقك يا رب، ويجعلك في كل خطوه سلامه، ويجعل لك ميزان حسنك كل شيء. اللهم امين، اللهم امين. كل الخدمه اللي بتقدمها لله ربنا يجعلها في ميزان حسنك ويوسع رزقك ويجعلها في كل خطوه سلامه. ارض الطهره الطيبه ديت بندعي لك وبنتوسل ربنا نوسع رزقك عشان انت محترم. ربنا يسعدك ويحفظك ويرفع قدرك. عايزين نتواصل معاك يا دايما دايما يا دكتور، بسم الله عليك. مبسوطين جدا جدا قسما بالله ان احنا اتواصلنا معاك واتكلمنا معاك كده. المره اللي جايه خدمه، خلي بالك من نفسك ودعواتك ليا بس، ومنتظر دعوتك ان شاء الله وانت في الحرم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله يا رب النهارده والله ان شاء الله. ان شاء الله، جزاكم الله خير، يومك سعيد، حياتك كلها سعاده. خلي بالك من نفسك وخلي بالك من الناس اللي معاك. تمر بيا خدمه؟ لا دعواتك بس. يلا مع السلامه. مع السلامه. في رعايه الله. السلام عليكم. مع السلامه. خلي بالك من نفسك.